اهلا. مش عايزين تعرفوا انا قدمتكم ازاي ولا عاوزين نتفرج ان شاء الله؟ هنتفرج. ببساطة انتوا عندكم تجارب مختلفة جدا، قلنا مرحلة ثانوي وجامعة وبدايات الحياة العملية، في كل واحد فينا بيبقى عنده منعطفات تغير مسار حياته. هنبتدي طبعا ثانوي جامعة بداية الشغل، ده البروجرام النهاردة. حلو تمام. نبتدي بالأقل مجموع ولا بالأكبر مجموع؟ انتوا اختاروا. بالأقل مجموع. أنا على مكون شهيد. اتفضل يا شباب. كنت في حياتي مركز قوي في الكرة، لعبت انا كنت جول كيبر، فانا ما كنتش الولد الشاطر وما كنتش الولد البليد. انا كنت رابع ديسك. اللي هو مش مركز بس هجاوب. بس بتنجح، ما فيش مشاكل. بعد فده مخلي ان انا يعني مش مركز قوي ان انا هجيب مجموع، لا خلاص يعني خير الامور الوسط. ماشي. 70 رضا، 75 فته، نعمل فته. 80 ده بابا يبقى انا شافني طيار، انت طيار، فاهم قصدي؟ طب بس ده تفاهم اسري، ده ممتاز. الحمد لله. اصل هما يعني زهقوا من انا اخر عقود، وفي اختي اكبر واحده واسلام، فهم تعبوا. فقال لي اعمل اللي انت عايزه، قاعد على الكنبه قال لي اعمل اللي انت عايزه. ده باباك؟ خلاص. طب ده اب عظيم. والله العظيم. انا عارفه ان في موقف انت قررت بعديه ان انت تذاكر بمزاجك وتجيب مجموع بمزاجك. مش فاكره الموقف. لا انا في لبس حصل ولا انا فاكره، بس ما اعرفش ان هو هيتذاع يعني. الباشا كان مفروض يبقى في المدرسه، بابا رايح مول بيتمشى، فلاقى ابنه في مواعيد المدرسه قدامه في المول. اتفضل حضرتك. بص عليك، هو غلطان. ايه اللي جابوا المول ده؟ هو بابا كان عنده شغل، فانا اخدت منه مصروف المدرسه الاسبوعي ورحت المول، لان انا كنت بقالي كتير رحت المدرسه زهقت. عامل ايه في زمان؟ فرحت، فانا معدي عنده لطفه خالص. فمعدي لقيت بابا في وشي، كان خارج من المحل، بص لي قال لي روح. فلما قال لي روح انا فاكر ان هو هيضربني او حاجه، فروحنا مستنيه بقى هيعمل حاجه كارثيه. قال لي صرفت كام المصروف؟ قلت له صرفت نص الفلوس عشان دخلت سينما وبتاع. الموضوع دخل في حته اللي هو بدا يسالني دخلت فيلم ايه؟ الريت بتاعه كده. بدا ان هو مع يعني ما خدش اي اكشن. سينما واقعيه ولا دخل فنيات قوي. فبصراحه احرجك. احرجني جدا. احرجك بادبه. جدا جدا. راجل عظيم برضه. طبعا. قعدنا قعده رجاله مع بعض. فمن ساعتها بجد انا من نفسي او ادركت فكره انه لا انا لازم زي ما هو بيحترمني في اصعب المواقف دي، لا لازم احترمه واعدي المسؤوليات اللي هو نفسه يحققها. والله افلام كويسه. افلام حلوه.